المحامي شعاع مصاري منصور رئيس بلدية الطيبة، اليوم تسدلون الستار عن شارع عبد اللطيف الطيباوي، ومؤخرا قمتم بتسمية شارع المقدادي وأطلقتم اسم ثانوية عتيد على اسم المرحوم شريف دعسان. ما هي الرسالة التي تريدون أن تبعثوها للمواطن الطيباوي؟ أولا هذا حدث تاريخي في تاريخ هذا البلد، أن توفي الطيبة حق أكبر شخصية في تاريخ هذا البلد، ولا أظن أكبر شخصية في تاريخ فلسطين، البروفيسور عبد اللطيف الطيباوي. للأسف لم توفيه حقه الطيبة منذ عشرات السنين، توفى سنة 81، وبعد 38 عام ها هي بلدية الطيبة توفيه حقه في تسمية الشارع الرئيسي الذي كان يسمى بشارع الغزالية على اسمه، ليكون شارع البروفيسور عبد اللطيف الطيباوي، هذا الشارع المركزي الذي قطن فيه عائلة الطيباوي وقطن فيه المرحوم عبد اللطيف الطيباوي. الرسالة واضحة، على الطيبة أن توفي هاماتها وقاماتها حقهم، لكي نذوت لدى الأجيال هذه الشخصيات، هي عبارة عن شخصيات ترفع رؤوس الوسط العربي وفلسطين أينما كانت. مؤسف جدا أن المرحوم عبد اللطيف الطيباوي لم يحيا ليحيا هذه اللحظة في تسمية أحد الشوارع المركزية في الطيبة على اسمه. أما بخصوص مدرسة عتيد، المرحوم شريف دعسان هو هامة علمية تربوية في تاريخ هذا البلد، لم ينجب الأولاد، فكان لابد لبلدية الطيبة أن توفي حقه أيضا بعد عشرات السنين من وفاته، فتسمية مدرسة عديد الثانوية على اسم المرحوم شريف دعسان هي رسالة واضحة أننا نوفي من يستحقون الحق حقهم. وكما قلت أيضا، تسمية المرحوم درويش المقدادي الشارع على اسمه، نحن نتكلم عن شخصيات على مستوى عالمي لهم فضل كبير في تاريخ فلسطين المعاصر، فكان لابد أن توفي الطيبة هذه الهامات حقها، فنقوم ونستمر في تسمية المؤسسات الرسمية مع الحذر، لأن هناك عدة طلبات من الكثير من العائلات في تسمية أسماء لذويهم. نقول سوف نمنح لجنة التسميات حرية التصرف ومع ملاحظة، دون أن يكون هناك أي صيغة تشوب في الشخصيات التي يجب أن نوفيهم حقهم. الموضوع شوي فيه حساسية، سوف ندرس إمكانية تسمية أسماء أخرى في المستقبل، ولكن مما لا شك فيه هذا العلم الصارخ في تاريخ فلسطين عبد اللطيف الطيباوي، ها هي بلدية الطيبة توفيه حقه. وأنا سعيد جدا أنه بنته ريا التي أدت خصيصا من لندن لكي تحظى في هذا الحدث موجودة معنا. شكرا لأهالي الطيبة، شكرا لإدارة بلدية الطيبة التي أوفت هذا الحق لمن يستحق الحق. شكرا.